عجائب وغرائب يحملها الوافدون لسحب استمارات الترشح لرئاسيات 2019، والأدهى والأمر أنهم بعيدون كل البعد عن أبسط الأمور ذات العلاقة بالوطن أو الانتخابات. أنا هو سيستم صحيح. قلنا 100 مليون شهيد، ليس مليون ونصف. الإسلام الدولي السيد عمامرة معناها قائد القوات العالمية. النشيد الوطني تاعنا في 26 مقطع. كنت راقد فيها في الكروسة. قول لي النشيد الوطني ماكش حافظه. طيب واش راح يأثر في العمل السياسي نتاعي؟ ومن بعد ان شاء الله نهضروا في البرنامج وفي المقاطع على الاناشيد الوطني، فهمت؟ نجيب لك حتى مقطع منها. سيروا في حلم الله المعين وكونوا جند رب العالمين ان شاء الله. باش برنامج لك عارف مجلس الوطني الشعبي وكاين راه بن صالح راح في مهمه. سحب الاستمارات اضحى اليوم مكانا مفضلا للتقرب اكثر ممن ينوون الترشح للرئاسيات، ولكل واحد من هؤلاء اغراض واهداف جاء ليعمل على تحقيقها في حال ما إذا أصبح رئيسا للجزائر. يا الله أعلم، قسم بالنازلات الماحقات إلى آخره. مانيش حافظه، مانيش حافظه، يعني حافظ حتى الآخر ولا مانيش حافظه حقيقة واقع. العام الاحتلال الفرنسي، ما نقول لكش يعني التاريخ منذ بالك 834، بالك تتراوح يعني بين خمس يعني ألف كفاية يعني 500 هكتار، 5 كيلومتر ولا 20 كيلومتر هكتار. يتواصل توافد المرشحين المثيرين للجدل لسحب استمارات الترشح لرئاسيات 2018. لكل واحد من هؤلاء برنامج خاص، وطالما أن القاعدة المتعامل بها لدى هؤلاء أن كل شيء ممكن في الجزائر، فالأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستحمل في جعبتها الكثير من العجائب والغرائب. أحمد خير الدين، قناة البلاد.